التجميل في العين، نشوف العدسات الأحمر الأخضر المدري. إيش نصيحتك فيها هذه؟ طبعا قلت سببت المضاعفات شيء. نعم، العدسات اللاصقة احنا كأطباء عيون ما نحبها بصراحة، ما نحبها. ليش؟ لأنها تسبب نشوفها في العين، إذا ما استخدمت بشكل صحيح ممكن تسبب لا سمح الله جراثيم في العين، خاصة بعض الناس ينسى العدسة ينام فيها. صح. بعض خاصة البنات المراهقات أحيانا يتبادلون العدسات، تأخذها من عين هذه تحطها في عين هذه. صحيح. فهذه مشكلة كبيرة. العدسات اللاصقة ممكن لا سمح الله خاصة استخدامها بشكل غير صحيح بدون النظافة بدون تغسيل العين قبل لبسها، قد يسبب خدوش في القرنية، قد يسبب جراثيم لا سمح الله. فدائما نفضل تجنب استخدام العدسات خاصة بشكل يومي، تجنب النوم فيها بشكل قطعي، تجنب يعني نغسل العين وكذا مع وجود العدسات اللاصقة، والمحاولة من تقنين لبسها تخليها فقط وقت مناسبة أو وقت كذا وتشيلها بعدها. وفي حالة لا سمح الله صار فيه احمرار أو ألم أو شيء بعد لبس العدسات أن يتم فحص العين عشان نطمن أنه ما يكون فيه لا سمح الله جرثومة ولا شيء. وأيضا التنويع على بعض العمليات اللي تجرى غالبا خارج المملكة الصراحة. عمليات تلوين العين، صحيح، تغيير لون قزحية تكون عملية خطرة جدا. طبعا في المملكة حسب علمنا ما تجرى بصراحة هذه العمليات لأن أساسا ما هي بموافق عليها من المجلس الصحي. مضاعفاتها خطرة، قد لا سمح الله تسبب جلوكوما، قد تسبب موية بيضة، قد تسبب مضاعفات تفقد الإبصار. وحصلت عند بعض الناس اللي راحوا خارج المملكة أجروا عمليات بهدف تجميل العين تغيير لون العين وصار المضاعفات وفقد الإبصار منها. فعمليات جراحية لتغيير لون العين حتى الآن لا يوجد عملية آمنة. نعم، وإن كان بعض الناس قد يسوق لها في الخارج لكن لا يوجد. ما هي بآمنة. يعني ممكن يلونون نفس العين ونفس كذا. هم الغالب يزرعون زي القزحية صناعية فوق القزحية العادية. بحيث أنها لون، طبعا لون العين تسمى القزحية اللي هي الحلقة هذه اللي لونها بيكون عسلي أو أسود أو أزرق. فهم يزرعون مثل العدسة بهذا اللون فوقها. هذه العدسة مشكلتها ممكن تقفل زاوية العين، ممكن تسبب موية بيضة، ممكن تسبب، فما هي بآمنة بصراحة. بما أنك قلت تقفل تذكرت حاجة، القناة الدمعية بعض الحين تقفل عند بعض الأطفال وكذا. صح هذه شائعة جدا. طبعا الأطفال كثير منهم يصير معاه دمع مستمر في أحد العينين أو في العينين كلها. بالعادة في عمر الطفولة إلى عمر السنة قد ينفتح المجرى الدمع هذا بنفسه. طبعا يكون الدمع مجرى مقفل الغالب قد ينفتح بنفسه. طبعا أفضل فحص الطفل عند طبيب عيون عشان يتأكد أنها مقفلة. يعطي الأم والأب تعليمات كيف طريقة المساج الصحيحة لمنطقة اللي هي القناة الدمعية، ونعطيهم بالعادة مهلة إلى السنة. طبعا يتعاملون معها أطباء العيون متخصصين بالأطفال. إذا وصل على عمر السنة إلى 90% تقريبا من الأطفال غالبا يفتح مجرى الدمع بنفسه أو مع المساج. الأطفال اللي يبقى مجرى الدمع مغلق قد يتم إجراءات معينة تفتح مجرى الدمع، بالعادة تكون إن شاء الله نتائجها ممتازة وآمنة.